محور المحمودية اللي موجود عند كفر الدوار، مساكن المهاجرين. مساكن المهاجرين اتكلمت عنها بكل التفاصيل، نزلت الفيديوهات بتاعت الأهالي. كفر الدوار وضعها مختلف، لا هي مساكن وضع يد ولا ناس واخدينها بأوراق مبهمة أو غير موثقة، لا دي أماكن موجودة على محور المحمودية، والبيوت دي شايفة قدامها حرم طريق، وقدامها ترعة المحمودية، وقدامها حرم الطريق الناحية التانية. اللي عمل المساكن هو مجلس المدينة وطرحها، والأهالي دول اشتروها من مجلس المدينة ودفعوا فيها فلوس، ومنهم اللي قسط. فبالتالي انت لما توصل الناس دي من مكانها لازم تديهم القيمة اللي تساوي اللي هم دفعوه، لكن لما يبقى واحد تديله 70,000 او تديله مثلا 150,000 دول وهو قاعد في ملكه اللي دفع فلوسه، ودي بتديها له كتعويض، هياخدها ويروح بيها فين؟ ده مش عدل. وضع كفر الدوار صعب، لان الامن راح دلوقتي، عربيات الامن موجودة امام البيوت، البلدوزر كذا واحد موجودين لهدم البيوت. الناس دلوقتي وضعهم ايه لما يجي حد او تبقى في دعوات ان هم ينزلوا؟ طبيعي ان الناس لازم هتغضب وتقول انا هعمل زي نادي الصيد. اهالي نادي الصيد هيتنقلوا لبشاير 3 و4 اللي هي على بعد كيلومترات من المواقع بتاعتهم، لكن اهالي المهجرين في كفر الدوار محور محمودية مش هيتنقلوا الاماكن، هياخدوا فلوس ومشي حالك. سيادة الرئيس انت في المؤتمر قلت لو هينزلوا بيوت هنوفر لهم سكن، ونادت على محافظ البحيرة وقلت له يا هيرة وفر لهم سكن. محافظ البحيرة دلوقتي سعادتك ولا وفر سكن ولا وفر اي حاجة. محافظ البحيرة هشام امن موجود؟ ايوه برضو موجود؟ هو هنا فندم. طيب شوف انا بشكرك الاول، وانا معاك والدولة معاك، بس احنا كمان مش عايزين نضر الناس. جهز لي اراضي يا دكتور مصطفى. حاضر الفن. واحنا لا يؤس رغم ان هم تعدي على الاراضي، يعني بناء على اراضي الدولة، لكن احنا مش هنضيعهم. 5000 وحدة 6000 وحدة نعمل، حدد لنا اراضي، والقرار متاخد دلوقتي عشان الناس تسمعني هناك في على وتستكمل، ما يبقاش في اي حد موجود على خط عشان نستكمل ال 50 كيلو دول. يبقى احنا اول مره نعمل محور جوه من اول اسكندريه لغايه عمق الدلتا بطول 70 71 72 كيلو بشكل. اتمنى ان احنا خلال سنتين نكون قدرنا دكتور مصطفى باذن الله. نداء لوزير الداخليه، نداء لمدير امن البحيره، نداء لمحافظ البحيره، نداء لكل الناس. احنا بنضيع، لبيت في 5000 اسره، شوفوا ما احنا هنضيعهم، احنا هننام في الشارع من بعد بكره، بيوتنا هتتهد، بيوتنا هتتسال، لا في تعويض ولا في اي كلام ولا في توفير اسكان زي السيد الرئيس ما قال. مفيش في العالم الشكل ده، او البيوت اللازقه في بعض دي، او الناس اللي هي بتغرق في المطر. لكن كمان في نفس الوقت مفيش في العالم حاجه اسمها اني اعمل تطوير على حساب ان انا اغير الخريطه الجغرافيه للبلد، اني انقل كل الناس دي الاف الاف وربما ملايين، لان خد في حسابك او خد في اعتبارك ان هيكون في لسه مشروع ال 4500 قريه، وبالتالي لازم الناس تعمل حسابها من دلوقتي. حذرتكم اكتر من مره، لازم تنتبهوا، لازم تسال على المكان اللي انت فيه وتبتدي تعمل حسابك. نبهوا الناس، لان اللي بيحصل دلوقتي من تشكيل جغرافي او اعاده تخطيط للاماكن في مصر تحت مسمى التطوير. احنا كلنا بندعم التطوير، لكن انا ما شفتش في العالم حاجه اسمها، ما سمعتش، يعني انا بره مصر من زمان، ما سمعتش حاجه اسمها التطوير على حساب المواطن بهذا الحجم الضخم. ده انت بتنقل، احنا مش هنقول ده خطوه جريئه جدا انك تنقل الناس دي من مكانها. انا كمان ما شفتش انك انت اللي بيدفع الثمن في كل اللي بيحصل هو المواطنين. يعني انا ما سمعتش عن مسؤول واحد من اللي سمحوا لهؤلاء الناس بالبقاء في اماكنهم، الناس اللي اخذت الفلوس من المحليات
انا ما سمعتش ان في واحد اتحاسب او اتقدم للمحاكمه لانه سمح بوجود الناس دي في اماكنها. من ايام قليله مظاهرات في منطقه مساكن نادي الصيد او في محرم بيه. المنطقه دي عباره عن امتداد ارض المطار مع كارفور. الأهالي طلعوا تظاهرات، أعداد كبيرة جدا، كان في سيدات وأطفال. للأسف الأمن استخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، ودي طبعا حاجة إحنا بتصدمنا لأن المتظاهرين سلميين وما عملوش أي حاجة ضد حاجات تخريبية. كل هم طلباتهم يعني بيطالبوا بحقوقهم في معرفة ماذا سيحدث وأين سيذهبون أو أين سينتقلون وحيسيبوا بيوتهم ويروحوا فين. وده اللي حصل في منطقة الخصوص. الخصوص ثلاث تظاهرات، وللأسف الشديد حصل اشتباك مع الأمن ونتج عنه أن في 2 توفوا وفي إصابة 50 مواطن. للأسف الشديد أن الإعلام لن ينشر هذا الموضوع، وانا قريت الخبر بالصدفة على احد الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي. المشكلة ان لما المحافظ طلع قال ان الواخد تمليك هينقل تمليك، واللي معاه ايجار هينقل ايجار، واللي حتى عنده اي محل هينقل في محل تمليك او ايجار حسب المكان اللي هو موجود فيه. ده كلام المحافظ. لما جم يراجعوا الاوراق لقوا ان الناس معاها اوراق لا هي عليها صحة توقيع ولا عليها يعني حاجات تسجيل شهر عقاري أو أي حاجة قانونية، وبالتالي فأنت إيه الأوراق دي؟ والله هي دي الأوراق اللي احنا ساكنين بيها، لكن الأوراق دي تبقى للقانون ما تعتبرش تمليك حقيقي. وهنا حصلت المشكلة، إنك أنت لازم تثبت إن ده التمليك بتاعك والدولة شايفة الأوراق غير قانونية، فدي حاجة. فبالتالي الناس شايفة ان انا كده مش عارفة اثبت حقي، فانا خليني زي ما انا. الناحية التانية ان انا المكان اللي انا موجود فيه هقدر اورثه، انت بتنقلي مكان انا ما اقدرش اورثه. رقم ثلاثة ان في نفس المنطقة في اماكن حي كويسة، يعني مش زي الشكل اللي هو الخط اللي انتوا شايفينه اللي هو مساكن قافلة على بعض، الناس شايفة بعض، لا مش كلها بهذا الشكل. فاللي ساكن في حتة كويسة شايف ان انت كده بتظلمه انك هتنقله من المكان اللي هو ساكن فيه. والمشروع ده اثار غضب الشعب، سو يجب التوقف عنه وفورا والانتقال الى خطة بديلة لمحور المحمودية. احد التعليقات الظريفة اللي قالها المواطنين من تونس على القناة عندي قال يعني انتوا عندكم الصحراء طول بعرض سايبين كل اللي انتوا فيه وجايين تضايقوا الناس في الاماكن او في البيوت اللي سرقاهم اللي اوياهم او اللي ساكنين فيها. فطبعا الناس مش قادرة تصدق يعني ايه هذا العدد الضخم يتنقل من مكانه. انا بوجه دعمي طبعا لكل الناس المتضررة اللي ملهاش بيوت هتتنقل فيها، اللي هتاخد مبلغ زهيد ومش عارفين يعملوا بيه. انا بدعمهم وبطالب النواب ان هم يجتهدوا في ايصال صوتهم، وما لهمش غير ان احنا نقف معاهم ونتكلم عنهم ونخش على صفحاتهم ونوجه لهم كل الدعم. وده الطريق اللي انا اخترت ان انا دايما اعمله، اني اكون الصوت اللي بيوصل صوت الناس، وناس كتير بتبعت لي اني اتكلم عنهم وانا على استعداد تام لذلك بكل توابعه ونتائجه. فبوجه تحياتي لكل الناس المتابعين، وبوجه كل الدعم لأهالي كفر الدوار، مساكن المهجرين أو المهاجرين، وكذلك دعمي لأهالي الخصوص ومساكن نادي الصيد. تحياتي لكم وأشوفكم في فيديو تاني إن شاء الله. عند مجلس المدينة بعد قرار الإزالة اللي هو قال اخلي الشقق بعد يوم الثلاثاء الجاي، تخلوا الشقق وقالوا هتتهد الشقق على دماغكم. دلوقتي يا جماعة الناس هتعمل ايه؟ الناس هتروح فين؟ اكتر من 180 اسرة زائد المحلات هيروحوا.
الله.